السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. من البارح واليوم راح تتفقد سكن سوسيال موجود في ولاد فايد. هذا الاسم تاع السكن موجود في طريق الأحياء الخضراء سيتي فير، طريق الأحياء الخضراء. العدد السكن فيه هو 193 مسكن. اود ان اشكر ونحيي لي بلومبي بروفيسيونيل اللي جازوا في المنطقه تماك وداروا تلحيم تاع انابيب الغاز، بحيث لفت انتباهي ان يعني انابيب الغاز ملحمه بشكل محترف وجيد للغايه، بحيث استخدمت اما الغاز البروبان اللي هو معروف في تلحيم الغاز لي بروفيسيونيل، اما مخدوم ملحم بالبروبان او بلوكسيسيتيلينيك حسب اللون تاع المواسير النحاس. حسب ما كنت نشوف اللون تاع المواسير النحاس باين بلي كانت نار قويه جدا، بحيث الفضه ملحمين بالفضه بزوج مواد لانها تميل الى الذهبي، دونك محتمل ووارد جدا تكون لاباك دارجون او لافوس براز. ماشي الفوس براز اللي نعرفوها اللي مضارين نديرو بها لي تاست ولا لا لا، ماشي هذيك هي لافوس براز. الفوس براز تاع طولي المدوره، هذيك طويله طويله، هذيك المدوره طويله تاع طولي، لان اللون تاعها يميل الى الذهبيه بحيث تشبه كثيرا لي طرافو اللي داروهم لو بي ان اف في لي دون. نهار اللي درت لكم فيديو في هذه القناه اذا شفتوا رايحه شغل فوس براس شغل تاع زمان تاع لي طولي، هذيك المدوره وطويله فيها غير متر ولا محتمل جدا تكون لاباكات دارجون. اللون تاعها هكذاك نوعيه جيده. اودي دي بروفيسيونيل، انا شفتهم كيفاش ملحمين، ما كاش هذا يعمر فوق لومبواتور ولا سوداج بار كابيلاريتي بروفيسيونيل، بحيث كاين اون انفلوب دو سوداج تاع التلحيم يدخل داخل لومبواتور، هذاك هو لو فري سوداج. اما تعمر على فوق لومبواتور وتشارجي هذاك ما يتسماش سوداج. حنا نعلموكم خدمه بروفيسيونيل، لي بلومبي الجدد انتبه باش تسودي المواسير النحاس او الماء سخون ولا البارد ولا بالفوس براز ولا بلا باكيت دارجون. لا باكيت دارجون تستعمل كثيرا في لي طرافو تاع الغاز. دونك نعاود نولي لهاد لي بلومبي بروفيسيونيل محترفون اللي جازو خدمو في 193 سكن في ولاد فايد طريق الاحياء الخضراء سيتي با، من سيتي روا باش تروح لسيتي با. هاهم غير تما غير طلع فوق باسرال كاين لي كوميرسون، تزيد تمشي غير شويه تسيبو 193 مسكن. مبروك للجميع الناس اللي عطاولهم سكنات تما، ولا خوبا اللي مازال ان شاء الله ربي يفتح على كل المؤمنين. ادعو لهم باش ربي يفرج على كل محتاج ان شاء الله، ربي يرزقو من حيث ما لا يحتاج. لكن هاد لي بلومبي لي سوداو تما في المنطقه اكتشفت من خلال تجربتي انا مع المواسير النحاس والغاز، سي دي بلومبي شوفروني مخضرمين محنكين بأتم معنى الكلمه. وغدوه غير غدوه باسكو فاميليا داروا يسكن تما، نعاود نروح ونفيلمي لكم نجيب لكم فيديوهات من تماك من الموقع ونوري لكم على هاد النقاط التلحيم الجيده الرائعه، تاخذوا منها العبره وتتعلموا تخدموا بروفيسيونيل خاصه عندما يتعلق الامر بالغاز. لا اطيل عليكم، صليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا لوالدينا ربي يغفر لهم ويجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله، وكامل كذلك موتى المؤمنين اباؤنا وامهاتنا جميع موتى المؤمنين. شكرا جزيلا لكم، سلام يوتيوب.